الكرام متابعينا الأوفياء أينما كنتم، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، نحييكم ونتمنى للجميع ليلة سعيدة بإذن الله، وتقبل الله صيامكم بمزيد من الأجر والتوفيق. طبيعة الحال عفوا، لكن معكم دائما فالهدف هو أن نقربكم كل صغيرة وكبيرة، نقربكم الأجواء الليلية هنا بالعاصمة مدينة كثير، فالجو الليلي الرمضاني، فهذا السمر كما كتشوفوا معنا أجواء ليلية مثيرة وأجواء رائعة للغاية بطبيعة الحال. خلال يعني هذا البث المباشر فكنرصد لكم الأجواء الرمضانية عبر الشوارع وأزمة مدينة كثير، تبدع يعني قلب الأحياء الشعبية، تبدع يعني بغيرك بورقة جدا وأجواء رمضانية ممتعة للغاية، فكنتمنى للجميع قضاء وقت ممتع معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. وانتم كيف كتشوفوا معنا يعني هذا البث، فصراحة الجو ممتع للغاية عبر الشوارع المدينة، فالتحية لكل الأوفياء بدون استثناء كبيركم، وكنتمنى للجميع بطبيعة الحال اكتبنا في طريقنا هي منطقة كدبنة وكدير الأجواء في المناطق اللي انتم كتابعونا فيها، فكتبنا أنكم تشاركونا الأجواء الليلية وتشاركونا يعني كل ما يجري في المناطق اللي انتم كتابعونا فيها، فتحية للجميع وليلة سعيدة بإذن الله تعالى. كنتبعوا الجميع المتابعين الأوفياء في مكانه، كنقول لكم هي طيبة وتقبل الله صيامكم بمزيد من الأجر والثواب. نشوف معنا منطقة الخيام، يكون كنتمنى للجميع ليلة سعيدة بإذن الله.